نعم، ونواصل النشر. حيث يواصل طلبة الجامعة الأردنية اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإلغاء قرار رفع الرسوم الجامعية التي وصلت على حد قولهم إلى أكثر من 200%، الأمر الذي يحول دون إمكانية مواصلة الدراسة لذوي الدخل المحدود. المزيد في تقرير أمين سليم. ثلاثة أيام أمام الرئاسة ليس عنوانا لرواية تراجيدية قديمة، بل عنوان لصمود طلبة الجامعة الأردنية الذين يدخلون في اليوم الثالث لاعتصامهم داخل حرم الجامعة احتجاجا على قرار إدارة الجامعة برفع رسوم الموازي والدراسات العليا بنسب تجاوزت 200% منذ عامين تقريبا. الشارع الطلابي بتواجد الآن بعد أكثر من عامين، بعد أكثر من 50 فعالية مستمرة في هذا في ساحات الجامعة الأردنية، يثبت لصانع القرار بأن هذا القرار لا يمكن أن يمر يوم دون أن يكون هنالك صوت رافض له، صوت يطالب بحق آلاف وآلاف الشباب من الجيل الأردنية التي تملك الحق المكفول لها بالدستور لتبني مستقبلا أفضل سواء لها أو للأردن ككل. رئاسة الجامعة في الليلة الأولى زارت النائب هند الفايز المعتصمين لدعمهم وللاستماع لمطالبهم ولمتابعتها لاحقا مع المسؤولين، وفي المقابل لم تستجب إدارة الجامعة لغاية الآن لأي من المطالب والمبادرات الداعية لتخفيض الرسوم، متجاهلة الطلبة وحراكهم ومطالبهم. فأنا بدي أحاول الآن أحاول أوصل رسالة، يعني أنا فما بدنا بكرة لا سمح الله واحد من الشباب يتعرض لموقف. بعد الخروج بأكثر من 30 اعتصام ومظاهرة ومسيرة، أكثر من مؤتمر صحفي، مقابلات واجتماعات مع رئاسة الجامعة مع مادة الكلية، ولكن لم تفضي هذه الاجتماعات والمؤتمرات إلى أي نتيجة ترجى على أرض الواقع. على الرغم من المحاولات الرامية للتضييق على المعتصمين لإنهاء اعتصامهم، إلا أن التضامن الكبير الذي لقاه الاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع زاد من إصرار المعتصمين على الاستمرار حتى إسقاط القرار. أمين سليم، رؤيا.